الدين الخارجي هو مجموعة رؤوس الأموال اللي تقترضها الدولة والحكومات من بلدان أخرى أو بنوك خارجية أو منظمات دولية. والدين الخارجي هو مجموعة ديون أي بلاد ويكون عموماً بالدولار، ويشمل القروض الممنوحة من قبل الوكلاء الماليين الأجانب للدولة. السبب الرئيسي للمديونية يكمن أساساً في مواجهة عجز مالي مستمر نتيجة التفاوت بين نفقات الدولة ومداخيلها، والدين هذا بطبيعة يترتب عليه مداخيل الفوائد الإضافية. وكيف تواجه الدولة مشكلة في تزيد ديونها تزيد الفائدة لدرجة يمكن توصل الدولة للإفلاس، ويتم الاقتراض الخارجي وقت يصير عجز في ميزانية الدولة ونجموش نغطوا النفقات اللازمة، تضطر وقتها الحكومة باش تلجأ للاقتراض الخارجي. في العادة يصير عجز الميزانية وقت الأزمات الاقتصادية والسياسية والكوارث الطبيعية والحروب، وكل ما يزيد عجزنا على تسديد النفقات يزيد الدين الخارجي، وكل ما نتأخروا في سداد الدين تزيد الفوائد الإضافية.